السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معايا، معكم قناه نجمه الريف. اليوم ان شاء الله غادي نعدلو مع بعضياتنا واحد الوصفه ان شاء الله غادي تكون عباره عن فطائر ساهلين في التحضير او السفنج. كيجيو تبارك الله هشاش الداخل وعلى برا كيجيو مقرمشين، كيجيو حسن من السفنج ديال الزنقه ولا نتاع اللي كيتقلى في الزيت. كوجبه صحيه هذه اللي كنعدل معكم اليوم ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله هذه الوصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، والى عجبتكم الوصفه ديالي ما تنساونيش بالاشتراك واللايك وتفعلوا الجرس باش دائما يبقى يدخلكم الجديد. دابا ان شاء الله غندوز نعطيكم المقادير اللي غادي نحتاج في هذه الوصفه اليوم ان شاء الله. عندي هنايا جوج كيسان د العنبه وربع ديال الحليب عادي، وعندي جوج كيسان د العنبة وربع ديال الطحين فورس وشوية د الملحة، وعندي هنايا عاود ثلاثة د البيضات. أول حاجة كنجيب المول ديالنا، ضروري يكون المول تاع الحديد هذا. هاد المقادير اليوم عطيكم 12 نتاع الحبات نتاع السفنج. نجيبو الزيت، بسم الله، غنديرو معلقة معلقة هنايا، بسم الله، غير معلقة معلقة وصافي، حيت هاد الطريقة باش كنحصلو على السفنج من فوق، وفي نفس الوقت هشيش، كيجي تبارك الله لذيذ بزاف. وكنتمنى إن شاء الله الوصفة ديما تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها. الطريقة مستمرة معكم تنسالي ان شاء الله. هاي انا عمرت فيه الزيت، درت فيه معلقة معلقة. دابا غندخلوه الفران، طبعا الفران شعلته من قبل. دابا نديروه في الفران على ما نوجدو الخليط ديالنا ان شاء الله باش نكبو فيه. تابعوا معايا وتعرفوا الطريقة اللي كاين. بسم الله، هيا درت هنا البيض، نزيدو عليه شوية د الملحة، نخلطو. نطربو مزيان، يمكنكم تطربوه غير بطراب اليدوي بلا ما تحتاجو طراب الكهربائي. نزيدو الحليب، قلتلكم هنا عندي هنايا جوج كيسان تاع العنبة تاع الحليب وربع. نخلطو شوية عاود، ضروري هاد الخليط خصو يتخلط مزيان، ونضيفو الطحين حيت هاد المقدار عندكم ناجح كيجي نيشان. غنخلطو، صافي حطيت هاد الخيط ضروري تخلط مزيان. صافي نشوفو القوام ديالو دابا كيجي، نشوفو كيجي القوام ديالو. نجيب واحد المعلقة، ها هو القوام اللي خصنا نحصلو عليه، هذا هو القوام. القوام ديالو غادي يجي بحال الكثافة تاع خرينكو، تقريبا بحال الكثافة نتاع خرينكو تاع البغرير تقريبا. صافي هاد الخليط اليوم ما غاديش يحتاجو لا نديرو الخميره ولا غادي تخمر ولا حتى شي حاجه. مباشره غادي نجبد دابا المول من الفران، يكون دابا سخون مزيان، ضروري تخلي سخون مزيان، هاديك الزيت تسخن مزيان، هاديك الزيت عاد نكبو فيها هاد الخليط. دابا بسم الله ما نعمروش حتى الطرف، نخليو شويه
حيت مازال عاد غادي يطلعوا معنا عاد تعمرون فيه عاد غير دغيا ما حد عاد الزيت سخونه بزاف حيت باش غيتسلق لكم هاد السفنج الرائع ضروري ما تكون الزيت سخونه انا حسبت على قلت لكم على 12 حبه نيشان هذا هو المقدار. دابا ندخلوا الفطائر ديالنا ولا السفنج ديالنا الفران يطيب. طبعا الفران كان مجهد من الاول، دابا نغسلوا العافيه، العافيه تكون مويل ما تكونش مجهده بزاف، ما تكونش ضعيفه بزاف. 20 دقيقه ان شاء الله يكون طايب على حقه وطريقه. ضروري هذا المول ضروري تحطوه في شي طاوه الفران، عاد خلوه الفران يطيب ان شاء الله. او تبارك الله الفطائر ديالنا بعد ما دازت على الوقت الطياب ديالهم 20 دقيقه قلعناهم، او ما تبارك الله كما كتشوفوا. الا كان عاد عندكم فرن عاد نتاع الضو عاد احسن عاد باش تشعلوا الفرن ديالكم من الفوق ومن تحت وكيجوا محمرين من الفوق، كيجي التحمار ديالهم متساوي الفوق. اما انا طيبتو في الفرن تاع الغاز على هذا الشيء باش جاني هذا اللون ما جاش محمر نيشان. كيشربوا الزيت لا والو، هاشوف لاحظوا معايا الزيت ها هي باقا عاد فيها الزيت عاد لاحظوا مزيان نتمنى شاركم تشوفوها ها هي الزيت بقات فيهم كلشي عاد الزيت اللي درت معاكم. ها هو الاخوات ديالي الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا او السفنج الفران كيما بغيتو تسموه، تبارك الله كيجي لذيذ وبنين بزاف. كنتمنى الاخوات ديال الوصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا دغيا كتوجد ما فيها بمكونات صعبين، كلشي سهل والطريقه سهله ودغيا كتوجد، وخاصه اللي ما عنده بالوقت المهم كوجبه فطور ولا رقودي العشيه المهم دغيا كتوجدوا. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم ونالوا الاعجاب ديالكم. دابا نحل معكم وحده تشوفوا كي كتجي الداخل كتجي مهويه تبارك الله الداخل بسم الله. هزي وحده تشوفوها الداخل كي كيجي ما كيجر حتى نقطه الزيت لا، شوفوا تبارك الله كيجا الداخل شوف كيجي شوف تبارك الله كيجي شوف شوف تبارك الله ما كيشرب حتى نقطه الزيت لا نقطه لا الزيت شوفوا معايا شوفوا تبارك الله شوف شوفوا تقدموا ترافقوا مع الكونفيتير ترافقوا مع الكونفيتير كيجي بنين بزاف مع الكونفيتير تبارك الله بسم الله رائع جدا بالصحة والراحة. كنتمنى ان شاء الله تجربوها هاد الوصفة اليوم تنال الاعجاب ديالكم حيت كتجي جديدة بزاف ودغيا كتوجد والمقادير كما قلت لكم ما فيها بوشي حاجة صعيبة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.